مباراة أمام حامل اللقب، مباراة أمام صاحب الأرض والجمهور، هي مباراة ضغط، مباراة أعصاب. بس نحن بكأس آسيا 2019 لعبنا المباراة الافتتاحية لأن أمام المنتخب القطري، لكن معنويات الشباب عالية، لا حابين يفوزوا، نتمنى أنه نفوز، ولكن أرض الملعب هي يلي بدها تحدد بكرة كيف مسار المباراة ولوين رايحة وكم نقطة بناخد منها. بالجو الموجود بالمعطيات الموجودة قدامنا نتأمل أنه أو بحقلنا نحلم نتأهل على الدور الثاني. أنا من لبنان أكيد ومن سكان الدوحة، جايين نقدم له كل الدعم أكيد، ونحن بنهاية لبنان وين ما كنا مغتربين نحن ورا بلدنا ورا لبنان وكتير مبسوطين. أنا مقيمة بقطر لي 6 سنين، we're so happy إنه لبنان عم بيلعب بكرة و we're so proud. غيرك ما يحلالي الأرض عرس الكل نورة بالعلالي.